بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم أمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته، أهلا بحضراتكم معنا. نسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا حبا وعشقا وشوقا وحنانا لسيدنا رسول الله، اللهم أمين يا رب العالمين. تكلمت معاكم في الحلقتين اللي فاتوا عن ولادة النور، عن ميلاد سيدنا رسول الله، وعن بعض الصور المشرقة المشرفة من صفحات حياته صلى الله عليه وسلم، من بدء الخليقة إلى يوم ولادته صلى الله عليه وسلم. النهاردة هتكلم مع حضراتكم عن الرحمة المهداة، عن النعمة المسداة، عن سيدنا رسول الله الذي قال عن نفسه: إنما أنا رحمة، إني لم أبعث لعانا، إنما أنا رحمة مهداة. والله قال عنه في القرآن: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سيدنا النبي رحمة، أيوة رحمة للإنس والجن، رحيم بالصغار والكبار، بالأطفال، بالحيوان، بالجماد، رحيم صلى الله عليه وسلم بزوجاته، رحيم بعجائز المسلمين، رحيم بالشيوخ الكبار، رحيم بالأطفال الرضع، رحيم بالبهائم الرتع صلى الله عليه وسلم. ورحم الله أمير الشعراء أحمد شوقي إذ يقول: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. شوف رحمة سيدنا النبي بالصغار، كان عنده الأقرع ابن حابس، فوجد سيدنا النبي بيقبل الحسن أو الحسين، فقام الأقرع ابن حابس قال لسيدنا النبي: يا رسول الله، أتقبلون صبيانكم؟ شايف النبي بيقبل طفل صغير، فقال له: هو أنتوا بتقبلوا الصبيان يا رسول الله؟ والأقرع ده جاي من بني تميم من البادية. إن لي عشرة من الأولاد، عندي 10 أولاد ما قبلت أحدا منهم قط. قال له إيه سيدنا النبي؟ قال: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ إذا كانت الرحمة نزعت من قلبك، أنا أعمل لك إيه؟ من لا يرحم لا يرحم، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. سيدنا النبي يقبل الحسن والحسين، وكان يصعد المنبر صلى الله عليه وسلم، وفي يوم رأى الحسن أو الحسين داخلين المسجد، فنزل من على المنبر وحملهما وصعد بهما إلى المنبر، وبعدين قال: حقا إنما أموالكم وأولادكم فتنة. رحمته بالصغار. شوفوا لما كانت تدخل عليه السيدة فاطمة الزهراء رضوان الله عليها، أم الحسنين، فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وكان المصطفى يحنو عليها حنو مودة عطفا ولينا، وجاء حديثه يتلى جهارا: لقد سادت نساء العالمين. تدخل على سيدنا النبي في يوم وجالس مع الصحابة، فيقوم النبي لها ويقبلها بين عينيها ويجلسها عن يمينه ويقول: مرحبا بأم أبيها، مرحبا بأم أبيها. من منا يفعل هذا مع ابنته؟ ده بعض الناس لم يقبل ابنته مرة، لم يطبطب عليها مرة، لم يجبر بخاطرها مرة، يقول لك: يا أصل أنا
بحب الأولاد ما بحبش البنات، لا، أكرموا المؤنسات الغاليات. البنت دي غالية، البنت في بيت أبيها تولد ضيفة، هتعيش 20 سنة وتتزوج وتذهب إلى بيت آخر، فأحسن إليها. لا يحسن إلى ابنته إلا المحب الصادق لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. خلونا نروح فاصل ونرجع تاني ناخد نماذج أخرى من رحمته صلى الله عليه وسلم. خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على الجميل المجمل سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله. رجعنا لكم تاني ولسه بنتكلم عن رحمة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمت عن رحمته بالصغار حتى في وفاته صلى الله عليه وسلم. شوفوا حنان الأب على ابنته، شوفوا الإنسانية النبوية، شوفوا النبي الإنسان. دخلت عليه السيدة فاطمة الزهراء وهو يحتضر. كان عندها كم سنة السيدة فاطمة؟ 28 سنة. السيدة فاطمة الزهراء ابنة سيدنا رسول الله، حبيبة النبي، أم أبيها، كان بقول لها كده، أم أبيها. دخلت على سيدنا النبي ويحتضر في لحظات الوفاة فبكت. فسيدنا النبي نادى عليها فجلست بجواره، فأسر إليها سراً فضحكت. فبعدين السيدة عائشة عايزة تعرف ايه السبب، انت بتبكي ليه يا فاطمة وبعدين بتضحكي؟ فبتقول لها قولي لي النبي قال لك ايه. فقالت لم اكن لافشي سر رسول الله، ما اقولش السر بتاع النبي. بعد وفاة حضرة النبي وقفت على قبر النبي، قالت كلمات مؤثرة زلزلت قلوب الصحابة ودغدغت مشاعرهم. قالت ايه؟ قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه، إلى جبريل ننعاه، جنة الفردوس مأواه. بتقول كده لسيدنا النبي وهو تحت التراب بعد ما دفن صلى الله عليه وسلم، وتقول له يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله. فستنا عائشة بقى بعد الدفن سألتها، أنت قولي لي يا فاطمة لماذا كنت تبكين ثم تضحكين؟ قالت لا، في المرة الأولى أسر إلي النبي أنه سيلحق بربه فبكيت حزنا على أبيها على رسول الله، ثم أسر إلي سرا آخر أني أول أهل بيته لحاقا به فضحكت. ماتت بعد النبي بقد إيه؟ بستة أشهر، 28 سنة ونصف أو 29 سنة على خلاف بين المؤرخين وكتاب التاريخ والسير. إن السيدة فاطمة ماتت ما بين 28 و29 سنة تبكي ثم تضحك. وهذا إن دل يدل على رحمته صلى الله عليه وسلم بابنته صلوات ربي وسلامه عليه. تعالوا شوفوا رحمة النبي بزوجاته، بأمهات المؤمنين. لما يدخل على السيدة عائشة في يوم والسيدة عائشة تشكو وجعا في رأسها، ماسكة رأسها وبتقول ورأساه، يعمل ايه حضرة النبي القائد العام والقائد الأعلى للأمة المحمدية، مشغول بحاجات كتير، ومع ذلك شوفوا موقفه مع أم المؤمنين عائشة. يجلس صلى الله عليه وسلم أمامها، هي جلسة هنا، سيدنا النبي يجلس قدامها، ويمسك برأسه ويقول بل ورأساه أنا يا عائشة. يا سلام، يا سلام على حنانك يا حضرة النبي وعلى رحمتك بزوجاتك وبنسائك، رحمة. قال إنما أنا رحمة مهداه، رحمته بالصحابة لما الصحابة يقولوا له يا سيدنا النبي احنا بنشوفك بتواصل في الصيام، ممكن يجي المغرب لا تفطر، تواصل يومين، احنا هنعمل زيك هنواصل في الصيام. يقول لهم ايه؟ إياكم والوصال، فإنكم لستم كهيئتي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. ما توصلوش الصيام، لا تفعلوا هذا، إنكم لستم كهيئتي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. رحمة، رحمة مهداه صلى الله عليه وسلم. رحمته صلى الله عليه وسلم
بالكافرين. هو النبي عم الشيخ رحمة بالكافرين، رحمة. شوف ربنا يقول له في القرآن إيه؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. التانية بتاع الأمة اللي هيستغفر ربنا مش هيعذبه. طب المشركين، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ربنا إدى أمانين للخلق أن الله لن ينزل عذابه على الكفار وفيهم النبي في أهل مكة، بدليل لما جاءه ملك الجبال ومعه جبريل، جبريل سلم على النبي بعد ما أهل الطائف آذوا النبي، فقال له يا رسول الله ربنا أرسلني إليك ومعايا ملك الجبال، فأما ملك الجبال سلم على حضرة النبي قال له يا رسول الله إن الله أرسلني إليك لتأمرني بما شئت فيهم، وبعدين بخير حضرة النبي وإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. إيه الأخشبين؟ جبلين عظيمين في مكة، لو عمل كده ملك الجبال لم يبقى أحد من أهل مكة، لكنه قال صلى الله عليه وسلم لا، لا تفعل، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا وقد كان. النبوءة تحققت؟ تحققت. هروح فاصل وارجع اقول لكم كيف تحققت النبوءة، خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على البدر المتمم سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رجعنا لكم تاني ولسه مع رحمة سيدنا النبي، قال لي ملك الجبال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا وقد كان. إيه اللي حصل؟ شوف مين اللي كان بيعادي النبي في مكة، أبو جهل، عمرو بن هشام، العاص بن وائل السهمي، الوليد بن المغيرة، أمية بن خلف، أربعة من صناديد الكفر والشرك في مكة، آذوا النبي وعايزين يقتلوا النبي وعايزين يؤذوا النبي، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. تعالوا شوف ربنا جعل من نسل أبو جهل سيدنا عكريمة بن أبي جهل، ومن نسل العاص سيدنا عمرو بن العاص فاتح مصر، ومن نسل الوليد بن المغيرة سيدنا خالد بن الوليد سيف الله المسلول، ومن نسل أمية بن خلف سيدنا صفوان بن أمية بن خلف، أربعة صناديد في الكفر يجعل الله من نسلهم أربعة فرسان في الإسلام، رهبان بالليل يدافعون عن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى النبوءة النبوية تحققت. كيف كانت رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان؟ لما يدخل بستان في يوم، حديقة في يوم، وبعدين جالس سيدنا النبي فيروح له جمل بعير، فيقوم الجمل يكلم النبي. هو النبي عارف لغة الجمال؟ عارفها، وعارف كل اللغات، وعلمك ما لم تكن تعلم. هو النبي المعلم، دون أن يقرأ ويكتب هو نبي معلم، ربنا أقرأه وعلمه وثقفه، فعلى يديه تعلم كل متعلم وتثقف كل مثقف. هو رب الأدباء والعلماء والوعاظ والخطباء، وتخرج من تحت يديه الفصحاء والشعراء. شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم المتعلمين، ربنا قال له كده وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، من علمه علمه شديد القوى. فيسأل الجمل ما يبكيك، بتبكي ليه؟ فيقول له يا رسول الله إن صاحبي يجيعني ويدئبني، يعني إيه؟ يعني بيحملني فوق طاقتي. فدعا النبي بصاحبه، لمن هذا الجمل؟ قالوا ده فلان من الأنصار. قال له تعالى، فراح لسيدنا النبي قال له إن هذا البعير، الله على رحمة حضرة النبي، إن هذا البعير شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني بتتعبه.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اركبوها سالمة ودعوها سالمة، ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرقات، فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه. خد بالك، فالرجل الصحابي بقى الأنصاري بعد كده لم يحمل البعير فوق طاقته استجابة لأمر رسول الله. موقف أخير وهختم به في الرحمة، بحب دايما أذكره لما أتكلم عن رحمة حضرة النبي، موقف جذع النخلة. النبي بيخطب على جذع نخلة، وبعدين الصحابة قالوا له: يا حضرة النبي، عايزين نعمل لك منبر تخطب عليه. يقال إن المنبر ده كان 3 درجات من طين، فوافقهم النبي فقاموا عاملين منبر للنبي هيخطب عليه الجمعة، منبر من طين. فصعد النبي على المنبر في أول جمعة، هذا المنبر وهذا جذع النخلة وهذا الحجرة النبوية. خرج سيدنا النبي من الحجرة النبوية رايح على فين؟ متوجه للمنبر الجديد. هيمر على ايه؟ على جذع النخلة. فلما مر على جذع النخلة اول مرة بقى مش هيخطب عليه، صعد المنبر، السلام عليكم، سلم على الصحابة، ونزل تاني من على المنبر وتوجه إلى جذع النخلة. الصحابة جالسين يشوفوا النبي بيتعجبوا بيستغربوا ماذا يحدث. فقام حضرة النبي نازل على جذع النخلة واحتضنه وضمه إليه وقعد يطبطب على جذع النخلة. سيدنا النبي رايح يطبطب على جذع النخلة يجبره بخاطره ويطيب خاطره. طبعا الصحابة جالسين بيشوفوا النبي، ايه اللي بيعمله النبي ده؟ فسألوا: ماذا تفعل يا رسول الله؟ فقال: لما صعدت المنبر سمعت لجذع النخلة جؤارا. جؤار يعني ايه؟ عن صوت بكاء. سمع جذع النخلة بيبكي، فقلت له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لفراقك يا رسول الله. فضممته إلي واحتضنته وقلت له: أترضى أن أغرسك فتثمر مرة ثانية أو أن تكون منبرا لي في الجنة؟ قال له: عايز الجنة، عايز أبقى معاك في الجنة يا رسول الله. فدفنه النبي في روضته وسيكون منبرا له في الجنة، أبدى تولهه إلى أن ضمه، والجذع حن له حنين ودادي، ما بالنا حن الجماد لبعده، أفلا نحن له حنين ودادي؟ الجماد حن للنبي ولسه أمة النبي بعيد عن النبي، قرب لحبيبك الرحمة المهداة النبي الإنسان صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يملأ قلوبنا رحمة، وأن يحشرنا مع النبي الرحمة، وأن يشملنا الله برحمة النبي وشفاعته. اللهم آمين. أشوف حضراتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.